پرہیزگاری میں ان کا امتحان لیا اور فرمایا رب العالمین نے لہم السلام علیکم، یہ جماعت کی ایمبولینس جہاں پہ ہے جلدی سٹیج کی بیک سائڈ پہ آ جائے۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبع ہداہم، اما بعد، فقد بلغنا في خلال هذا الاسبوع، في اسبوع واحد، وفاته ومقتل ثلاثة من دعاة السنة في بلاد مختلفة، في باكستان وأفغانستان وفي مصر، وكما كان يقول وكما حكي وروي عن بعض السلف إنه لا يبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأني فقدت عضوا من أعضائي، لأن المتمسكين بالسنة قليل، كانوا قليلا فيما مضى، هم أقل في هذا الزمان، هذا الزمان الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغرباء هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة. هذا هو المنهج الحق، منهج السلف الصالح، ضد الحزبية، ضد أهل البدع، ضد كل الفرق التي فارقت السنة، وضد ملل الكفر شتى أنواعها، وهم أهل الحق الذين يقفون بالمرصاد أهل الباطل، وكانوا قلة وما زالوا قلة، ولكنهم ما زالوا قائمين إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين، وفي رواية: هم على الحق ظاهرون حتى يأتي وعد الله، هم على ذلك، أي أن تقوم الساعة. فأول هؤلاء هو الشيخ عبد المتين رحمه الله تعالى من علماء باكستان، مات رحمه الله وهو يلقي درسا هناك في باكستان في بيان فضل وتعظيم الصحابة، وهو يلقي الدرس أتاه ملك الموت فقبضت روحه وهو يبين للناس تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل أن تكون حسن خاتمة له، بل هذه حسن الخاتمة، نسأل أن يتقبله عنده سبحانه. واسم المتين ومن أسماء الله، وقلما من يتسمى به في هذا الوقت خاصة في مصر، فاسمه عبد المتين رحمه الله، كان من علماء باكستان، من علماء السنة الذين ضد الشيعة وضد أهل الضلال الذين للأسف سيطروا لعدة أماكن في باكستان، وكان له جهد في بيان الكتاب والسنة، في بيان معتقد السلف الصالح.